السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين قناة متابعي قناة من آخر خلاص معكم محمد نور الدين نتائج مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا وترتيب الهدافين وموعد مباراة النهائي وموعد مباراة المركز الثالث بإذن الله تعالى بعد انتهاء نصف النهائي يوم الأربعاء سبعة 2 ألفين أربعة وعشرين قبل ما الفيديو أرجو من حضراتكم دعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ادخلهم في جناتك يا رب العالمين اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. متابعينا الكرام آه الاربعاء الموافق 7/2/2024 انتهت مباريات نصف نهائي كأس أمم افريقيا 2024 في كوت ديفوار نيجيريا تعادلت امام جنوب افريقيا واحد واحد اثناء المباراة احرز في نيجيريا ويليام تروست ايكون ضرب الجزاء في الدقيقة سبعة وستين جنوب افريقيا عن طريق تيبوهو موكينا في الدقيقة 90 ضرب الجزاء امتدت المباراة للاشواط الاضافية واطرد لاعب غران كيكانا في الدقيقة 115 وممكن يكون المدرب انا مش عارف بصراحة وبعد كده اتلعبت ضربات الجزاء وفازت فيها نيجيريا على جنوب افريقيا اربعة اتنين مع ان حارس جنوب افريقيا كان شايل لل... الماتش اللي فات يعني بقوة ما شاء الله أمام الرأس الأخضر على ما أتذكر يعني ولكن نيجيريا قدرت تفوز أربعة 2 أحرز الأهداف جو أريبو في الديمي... آه طبعا أهداف الأهداف اللي هي اتسجلت في ضربات الجزاء تيريم موافي وكنيس أوميرو وويليام تروست اكونغ وهيناتشو أما هدفي جنوب أفريقيا في قلة الترجيح أحرزهم ميلالي آه مايمبيلا ولعب موتوبي مفعلة وللأسف اللاعب اللي سجل هدف أثناء المباراة تيبوه موكينا ده ضيع ركلة الترجيح يعني بالتوفيق لمنتخب جنوب أفريقيا بعد كده وكده نيجيريا تأهلت إلى النهائي لمواجهة كوت ديفوار صاحبة الأرض سبحان الله كانت يعني أوسخ توالت في دور المجموعات وفازت على كل الفرق اللي قبلت فازت على السنغال البطل بعد كده فازت على غينيا مباراة كانت لا مش غينيا فازت على مين بعد كده اه فزت على بوركينا فاسو بعد كده اعتقد يعني او مالي فزت على مالي تقريبا ودلوقتي فزت على جمهوريه الكونغو اللي وصلت لنصف النهائي الكونغو اللي كانت فزت على مصر ديفور فزت عليها واحد صفر سبحان الله بجد يعني وعندهم مدرب وطني ها يعني ما اللي هم مشوا المدرب الفرنسي اصلا بعد كده جالهم المدرب الوطني اللي هو كان المساعد بتاع الفرنسي آه الله المستعان سبحان الله ويمكن ياخدوا البطوله لانها على ارضهم اصلا ولكن نيجيريا قويه يعني النسخه بتاعتها دي قويه على كل حال كوت ديفوار نيجيريا كده الى النهائي وجمهورية الكونغو وجنوب افريقيا الى الثالث والرابع كوت سجل هدف لها سبيستيان هيلر او هيلر في الدقيقه 65 و خلاص كده نيجيريا وسهل في النهائي باذن الله تعالى يوم ال يوم الاحد 11 وأربعة 2024 نيجيريا في مواجهه كوت ديفوار الساعه 10 مساء توقيت مصر 11 مساء توقيت مكه المكرمه والساعه 9 مساء توقيت تونس والجزيرة والمغرب وقبلها بيوم يوم السبت عشرة اتنين ألفين وأربعة وعشرين جنوب أفريقيا هتواجه جمهورية الكونغو الساعة عشر مساء بتوقيت مصر حداشر مساء بتوقيت مكة المكرمة على أو تسعة مساء بتوقيت تونس والجزيرة والمغرب على قناة على يعني يوم السبت عشرة اتنين في مباراة المركز الثالث ترتيب الهدافين متابعينا الكرام عندنا في المركز الأول لاعب ميليون سوي لاعب غيني الاستوائية خمسة أهداف المركز الثاني جيلسون لاعب أنجولا أربعة أهداف ومستوى محمد لاعب منتخب مصر المركز الثالث ادمون لكم اللعب نيجيريا ثلاث اهداف وبغداد بنجاح لاعب الجزائر وبيرتراند تراور لاعب بوركينا فاسو ومبلو لاعب انغولا ولاسين سيانيكو لعب مالي ومحمد بايو لاعب غينيا اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو كان معكم محمد نور الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته